هاي، يوم العطلة له فوائد كبيرة على صعيد صحة الجسم، فهو بيساهم بشكل غير مباشر بتخفيض ضغط الدم العالي ومستويات السكر بالدم وخطر الإصابة بالجرحات من خلال دوره الفعال بمحاربة الإجهاد. الإجازة مناسبة للأشخاص يلي بيقعدوا على المكاتب لفترات طويلة، فبتساعد على التحرك وبالتالي حرق الدهون وتحريك الدورة الدموية، وكمان عندها دور بتخفيض الالتهابات، أوجاع الرأس والمعدة وزيادة فرص الإنجاب. تأثير يوم العطلة على جهاز المناعة مثبت علمياً، خاصة إذا ترافق مع التمارين الرياضية والنشاطات يلي بتحفز إفراز هرمونات السعادة. نوعية النوم تتحسن خلال العطل، وبالتالي عندها إيجابيات كتيرة على الصحة الذهنية. مين قال إنه دايماً بحسب العلم العطل بتطول العمر؟ أنا قال. شوفكم بكرة.